إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، عشر قوح قبل أمي كتابك العربية بين يديك جزك صدحات حاشدة لحاد استعاب وفهم لقاء تونسكي عن سو آخرية. هذا الكي هوري ما مفردات هي كلمات كلمات غارغار هي قوني قونية هي وتعبيرات فكرة الله عرينية وقفه وعبرية سواء أما عرينية أما لا أبور كده وليه هي أرضيك. أولا الاستيعاب وحاقوه رأي استيعاب يفهم لفهمه وحان صامرني ولو فهمه هبكن يعني لو حلقاقه ويديني سؤالها تدريب واحد ليلسك كوباد وائم اسكوها قاتش وحانك بكتاقار اسكوها بون بين الفكرة الرئيسة فكرة أمهم سن كتر تفي ألف قيبت ألف كا يوال فكرة فكرة أما تدعى هذا الكا في بق غيبت بق كتيرة. هذا بق وحركة لو قل ألف الفكرة الرئيسة فكرة مهمة كماشة كتير تأيي بق رقم الفكرة تدعى نمبر كيسة أو إلى واحد من واحد إلى ستة أه أو لو قلنا قنوي نسك عن صاخرنا هراء فكرة دي هي سكو لبا صدح أفر سن لح أيها صار لو قلنا قنوي دوانو ولا سوا فتشنايا. ألف وحوي الصور الصور المكية والمدنية صورة ذها قرآن كا قارن مكة كسود دين قارن مدينة كسود دين فقرة اللغوشة وأهل كي وأنت هديبو اقتاد أركي ساحل كي كشرتو فقرات كا ملك استوى نبيع ذو نقطة الانتهاء كطالوا فقرة أو فلستبلا ساري ترى النهار كا كأقبلي أو ساوتري هل كشرتو صوصار با نزل القرآن القرآن كهو سودقي منجما إساق أوقعي باها قلب قيب سودقي سي بلا عربية فعربي وكو سودقي فقرادة المامي سيو كتشرو نمبر كيدا يدا نشاك أو صوصار. جيم القرآن معجزة القرآن كوا معجزو آن عدنا سمين كرين آن عدنا كوهاد لكرين إلهي مو يعني وخالدة وارسو ولي يتري سي فقرادة أما تدو عشيقية كم إذا هذا الكلام صار شيئاً إذا رقم كذا شيء مركّم. دال جمع القرآن قرآن كأولي سوقي في مصحف واحد هالكتاب إذا هالكلام شيء في قرض أي أحد رقم كذا شيء. ها صور إعجاز القرآن تلمامها إياه مقالبة قرآن كونه معجزة هي عطينا إياه. يمالو معجز كيا سيده معاني دي سي الفاظ دي سو كاله ايدنا فقره الشيغي سالكو كجري فقره ولا ترنيا مركزت او نقطه الانتهاء جوجته فقره ويان دبينا وا سو ترنيسا تايتاي نمبركيده قر واو القران سهل الحفظ قرانك ان لحفظه واي دب يرتحي هلك تلماميسه وي كو قرنيده هادلكي هور فقره نمبركيده شيغ. تدريب ثاني ليلس كلابات وحوي أجيبك الجواب باختصار سكوبا عما يلي وحصو صعودة. واحد وح أهرية اذكر واحد سيكتا معجزة هل معجزة أو من معجزات الأنبياء كم إذا أنبياء دي هوري معجزوين كي إلهي السيئي وذكرت في النص هذا الكائن صامر نيل وش هي مثل المعجزة دي أشي نبي موسى أقل صوقات. اثنين اذكر واحد سيكتا سورة تلمان من صور إعجاز القرآن أو كمدة تلمامها قرآنك معجزة قرآنك تلمامها يسا كمدة أو حيالا إنه قرآن كل يابي هاي
في هذا العصر الوقت كان مكان شوغنو لا أركي إلى حقيقي مثلا واحد كم يدور كله المهم مرك أول كهوية ده قالوا مراحشة ومرة يعني وسيش يعني قرآن كي الدين تو أي سيش يكتي ووحي يا بها إما كعلم كان حديث كعدي يلقوه قادي علم كعصر يعصر ثلاثة من المقصود من المقصود كما لوجت هذا عدة لوجت هذا هو أيه بالروح الأمين روح ضاء آمن كأه يا لوجت هذا كتير في الفقرة الرابعة توقع أن مرض واسدة تدعى أفراد واحد كتير بالروح الروح الأمين وملك جبريل لوجت هذا أربعة من القرآن المكي قرآن كمكي وقرآن كي وملمدني قرآن كمدينة كسود جواكي intu nabigu aanu hijroon quraankii soo degay ama makkah nabigu ha joogo ama madiina ha joogo ama meel kale ha joogo wax la yiraahdo makkah markuu hijrooday kadib afwan quraankii intaanu nabigu hijroonin ee aanu makkah ka guurin soo degay ama makkah ha joogo ama meel kale waa makkah uu quraankii soo degay markii nabigu makkah yimid madiina yimid meel uu doon ha joogo ama makkah ha dib ugu noqdo ama meel kale ha joogo أما مدينة هاتشوغي كاسنا ومدني خمسة أي نوع من القرآن تناول التوحيد قرآن القرآن كهذا لي قاطع لقي توحيد هو قرآن كي انت بضم يعني حاجة غالبك وقرآن كمكة أي توحيد كي عقيدة آد وقهذا لي ستة أي نوع من القرآن قرآن كنوع كمدا ويعرف الله يقان لغو يقان بدون سوره إلى سورته سدات إريهن وقرآن كي قرآن كسورة دار لغو يقانا وقرآن كمدينة كسودقي انت بضن سبعة كم سنة استقرق إمساس كم سنة إمساس نضوط أي استقرق قاطي نزول القرآن قرآن كسودقيتان كيس إمساس نضوط بو قاطي إمسا قرآن كسودقيتان كيس السعودي صدح يلواتن سنضوط بو سعودي تمانية ما الموقعة محاية العدد دقال التي تاسو كانت أهيد سببا مد أسبابه هرسادي لأول جمع للقرآن إن القرآن كمركي كوباد ميل اسوو جيو دا عددي سببتي هرساد كأم نقطي توما يهيد وحيدوني وحيد موقعة اليمامة ريباني حانيفاني منكي لورنتي مسلمة الكذابي وهو قامني إرهي دوبي ودقال كيدي أكون انتين تضباطا كنين حفاطا تسعة اذكر اسم امرأة واحد يكتب جبر مقعد ذكرت في النص القرآن كالغو شيء هذا الكي عن كسو هذا اللي جبر بالغو مقعد وما شأنها أرنتي دم حياه جبر بس وحياه حفصة بنت عمر باي أهيد أرنت لقيها لنا وحياه أهيد إن كتاب كي القرآن كها أبو بكر قري أوري أبهد وكسوري جي مركي دم ضو عمر الخطابة مركون انتني يدا لوديبي markii damaan waxa ku wareejisay ka codsaday Uthman ibn Affan oo isna ka sameeyay nuskhada badan oo goboladan uu kala diray midna gacanta ku hayay ma ismu mushaf muxuu aha magaca kitabki aladi kaana inda Uthman kitabki Uthman hayn jiray isagoo la haray maxaa loo oran jiray al mushaf al imam saas uu qoray yaani waa mushafki hoggaamiyaha aha ma aragtay asalka aha هذا هو مصحف الإمامنا وعويان ده ومصحف كي إمامك ثانيا المفردات والتعبيرات إما كان لكم حنكوت الإمام إنا إريك لكريئة هي تعبيرات أو هل أبور هي هندسي قفء الصمين تدريب واحد ليلس كوباد هاتي كان مرادف الكلمات التالية كلمة ده الله معناها كوان صوص عضا من النس أو النس كمد أحد الخير صومرني من الفقرة الثانية تدعى لبعض وحلا جسوا قاضي أنبياء أو كريم أنبياء أو يا لجسوا قاضي هذا أنبياء يا رسول أو كلام عن نخ يا لام عن لام عن نقلون خرطان جمل أو كريم جمل مرك جمل ده هو أورك بعير أو كلام يدبون قن كرام انتهاء ورماد نهاية ولا من نقول كرتا البشر أو كله إنسان بالله مع النقول كرا
من الفقرة الثالثة تدعى صدحات وحا كجرة أتا وكاني جاء بالا من نقون كرتا الماضية ايه هوري السابقة بالا من نقون كرتا أنواع وقيبو أصناف بالا من نقون كرتا عدد وترو عديدة وتربضنا أيال من نقون كرتا. من الفقرة الخامسة قيبت السنات الماضين كويتغي السابقين بالا من كوي هوري ليس طويلا مديرا قصير بالا من كرا مركا ومد قابن قريب من ودودو يهي حوالي والا اولان كرا ايه قدو فرسو اغارك انتا كثيرة تنا وحال اولان كرا كثيرة تن يعني ويبضان تاي مارك اللي يهي وحال اولان كرا هدي اي سورة تاي طويلة تن والا اولان كرا هدي اي تاي مثل وحكرنا عظيمة وحبوين والا اولان كرا ارياء الله معنا هنا دو قدون ارياء دن. من الفقرة السادسة قيبت لحادنا فترة وزمن بل أولان كرا أما بل أولان كرا وقت بل أولان كرا حل سنة عام بل من دقون كرا زمان وحلو من دقون كرا زمان حين بل من دقون كرا أو وقت حرب مركزة هاي قتال أو دقال بل من دقون كرا ما تهدي لأول انتي هركة والله من دقون كرا تواعد بشي يدنا أعضاء وسيه منحة هذه لا وسيه إنه ويان بعثة أودري أرسل أولا من دقون كرتا مركا أريان أريان مرادف وأكيم بالغوليه قار معنا تدريب تاني ليلس كلمات اختر واحد دورتا من الكلمات كلمتها التالية سوى صعوتا ما يناسب وحي كوها بون كل فعل فعل كستا أو كو هوستا كو قرنا حروف تساري فعل سيدة أكل ليهين أكل سيه وأكمل الجملة مركز جملة هاصلك هذا ما يستر وأكمل هذا ما يستر الجملة الجملة ده والحروف توفر صو ألف و إلى بعض و على جيم هو عند دال هو هو بين هذا نوع عن و هو ب وبعض زا و إلى الله حاد و من يد نوع من طاد و له ياد وافي أريد حروف تأه ياد ظروف تبقى يسوكو شرطة أما قاركوت كلمة ديهين سيلا الله أوكالي يله إيو بيننا أو يعني يدنا كلمة دا يحروف بو يسوكو شران أريد آسي أفعاشن سيد أوكالها بو يهين أغدر أفعاش وامحي الأفعال انت قلقوا أغوريقي انت قلقوا أغوري أما أغوريقي حفظه ولا إلالي بحثه وباري يدل وحط المامية أمر وحط فري يقع وحط أوضعي يقول وحط ليه جمع ولا أوري طلب وحط أصدي يدعو وحط باقيا طبعا فعل بها الكاكو قرن هل كانت طبعا أريبا كو قرن مدو لو مدكو كوها بوي يهي هرتا أوجي أو أريبا سنة فعلا مدو لو مدكو كلا ليني يعني مدو لو مدكو كوها بوي يهي كدر تبعدنا جملة كسامي جملة تسمية تدريب تالي لا يلتسى تحادو حوي هاتي وحدك صوقا من النص هذا الكائن صامرني الكلمات أريضة التي كلمتها تشير أي تلمام يسو إليها أريضة التعريفات تلمامها الآتية تصوص هل كان طبعا تلمامات باكو قرن حق هوسي طبعاً كانت المامود إرأيي تلماميان إرأيي تلماميان حق الناس كي كتلان هل كان قول خلقو الشيغو معناها فهمتو وحي تلماميان أدوك الشيغ بركا ألف وحوي التعريف ورطالك التعريف كي باكو قرن انت قيبتن طبعاً كان با الكلمة هل كان كلمة دي بالقو قرية واحد قصوقة دا واحد ما لا يستطيع وحانو أوودي كرين البشر بنا آدم كي يددكو أن يأتوني لي مادان بمثل همد لمده مركا حقا محاد كوكوليسا هل اري او معجزة ومعجزة ايا ريدتكو كيني كريم تاسي تلماما يسا تعريف تاسي اما كوا قيحيد وحبا لقيحي وحالا شاقي الشيق بالا قولي وحو يهي والمعجزة معجزة يعني بنا ادكو مكيني كريم اثنين انسان قف بنا ادنا ويبعثه الله الى الناس الى هيدتك اصدره لينقول سيوسو قدبي اغوكينو اللهم ديتك اغوكينو رسالة فرينو إلهي كسيدو كان محضر نيسا رسول باد قوليسا وحتى النبي قولي ميسي رسول باد قوليسا هذه ديتك اغوكت بنيه
marka kelmadaad ay tilmaamaysaa midna waa qeex iyo faahfaahintii iyo tilmaantii midna waa erayga la tilmaamayay meeshaa ku jira. Talaata, lam yunzil alqur'aanu, qur'aanku muu soo degin maratan waaxida hal mar ma soo degin, waynamaa calaa fataraatin, xilliyo badan iyo waqtiyo badan buu socday qur'aanka soo degitaankiisu. Waxbay tilmaamaysaa, hal eray bay tilmaamaysaa, erayga xaggii ka soo saar. Ereygaas wuxuu ahaa munajaman, qur'aanku wuxuu soo degay munajaman. Munajaro macnaheedu ahaa mufaraqan, isagoo qaybo ah. Haddaba arbaca bal hadda qabo, maa nazala fii makata min alqur'aan, wixii ku soo degay maka ee qur'aanka ka mid ah. Maxaa lohanaya alqur'aanu almakiyu ee xaggaad ku qoraysaa, kaasuu tilmaamay ereygaas. Waxaa ku xiga khamsa, alintiqaalu in laga guuro min makaanin meel ilaa aakhara meel kale la tago, dalaban isagoo qofku doonaya lirisqi arsaaq doonaya shaqo aw alamni ama nabadgelyo badbaado. Muxuu tilmaamaya ereygaasina alhijra, oo amaxay inuu qofku ka soo hayaamo meel kana soo barakaco isaga oo ka cararaya baahi iyo faqri ama diintiisa iyo nabadgelyo doonaya, alhijra baa la yidhahdaa. Sita alyowma maalinta, alyowmu maalinta alladii yaquumu fiihi nnaasu, maalinta dadku soo sare kici doonaan lirabbi alcaalamiin, xagga ilaahay ay usoo kici doonaan. Kaana yowmu lqiyaama baa la odhanaya halkaa oo uu tilmaamayaa. Sabca alkhuruuj ila alxarbi, inuu qofku u baxo ama dadku u baxaan dagaal, fii sabiilillaahi, ilaahay dartii loo dagaalamayo. Ereyga uu tilmaamayaana waa aljihaad, markaa aljihaad baa la yidhahdaa. Oo lama yidhaahdo alkhuruuj ila alxarbi fii sabiilillahi, saa looma qoro mustalixa sharciga ama erey bixinta sharcigu, waa aljihaad. Tamaaniya alawraaqu, waraaqaha baladeeg, allatii waraaqaha jumica lagu ururiyey, fiiha waraaqaha alqur'aanu, qur'aanka waraaqaha qur'aanka lagu qoray. Kaan wuxuu uga jeedaa almusxaf ee la odhanaya kitaabka qur'aanka magaciisa, yacni almusxaf. Sagaal ama tisca, ashaksu aladii rajaca can alislaam, qofka islaamka dib uga noqday ka baxay, waa almurtad isaguna, waa murtad, qof diinta dib uga noqday, walciyaadu billah. Cashara aljumlatu, jumlada aw aljumal ama jumlado dhowra, allatii jumladahaasoo tuqra u la akriyo, hal jumlo ama jumlado dhowra oo la akriyo oo min alqur'aani, qur'aanka magacooda maxaa la yidhahdaa? Hadday jumlo tahay waa aaya masalan, hadday jumlo noqotona waa aaya ama aayaad way noqon karaan, ama aayad, aayadu jumladana way noqon kartaa, hal jumlana way noqon kartaa, jumladana way noqon kartaa. Suma nadara oo kale waa jumlad keliya, haddana waa aayad. Maxay ahayd? Waa jumlad, waana aayad, waa iska jumladu, jumlad aan dheereen weeye. Jumladana aayaddu way noqon kartaa dhowr jumladood, hal jumladu way noqon kartaa. Tadriib raabic waxa weeye leeliska afraad, iqra aqri kulla cibaaratin, hadal kasta oo min alcibaaraati ka mid a hadalladan, allatii hadalladaasoo ukhidat laga soo qaaday min annasi, hadalkii aan soo marnay baa laga soo dhex qaaday oo laga soo xulay. Wansij u qaabe, wansij nasiga hadeeseed waxaa la tolayaa la yidhahdaa, dharkoo kale u qaabe. Calaa min waaliha, min waal maxaa la yidhahdaa? Min waal waa asluubiha, habka aan u dhignay oo kale hadal u dhigan adiguna sameyn. Maxaa ka mid a masalan, waaxid dahabat way tagtay, tilka almucjizaatu mucjizooyinka ambiyadii hore la siiyey way tegeen oo iminkama yaalaan, oo hashii nabi saalix calayhi salaam ma noola, ushii nabi muuse calayhi salaam ma joogto, oo adduunyadan maanta laga heli maayo. Wa baqiyat akhbaaruhaa, laakiin wararkeedii baa qoran oo qur-aankaabay ku qoran yihiin qaar ka mid. Dahaba alaabaa'u baa lohanay, aabayaashii way tegeen. Mathalan haddaba si uu lamida u dhigo, mathalan wa baqiya alabnaa'u waad odhan kartaa, inamadii baa jooga, saasoo kale u nidaami. Dahaba almuxsinuun, dadkii wanaagsanaa baa tegey, yaa la odhan karaa. Dabadeedna mid lamida qor, min alqur'aani, qur'aanka waxaa ka mid a, maa huwa makiyun, qur'aan maka kusoo degay waa ka mid. Wa minhu maa huwa madaniyun, wa minhu qur'aanka waxaa kaloo ka mid a, maa qur'aan baa ka mid a eegada, huwa madaniyun, madiine isagu kusoo degay. Min alطacaami, cuntada waxaa ka mid a. Maa huwa jayidun, wamaa huwa radiyun oo kale,
هذا مرتمد من أسنين مدحون ساسو كلا يعني أولا إيجابا لقولي من الكتب كتب توحى كمدة ساسو ملغورين يعني ما هو طويل وما هو مختصر ما هو مطول وما هو مختصر كتب توحى ما هو مفيد وما هو غير مفيد ميت فائدة لأي ميدان فائدة لهين أو صادو أن توحى براه عقاب خاصة كلا إيجابا لقولي ثلاثة استغرق وحقاتي نزول القرآن القرآن كسو دقيتان كيسو مدة 23 عام حلة صدح يلا باتن سنضوط تيانا محوقر ألف ساعة انت هصو ساعة ونقل تليو ايان قولي سابا يوما انت هصو مع الموت يعني هدي المعلمة اللوغة بيو انت هصو مع الموت وين قولي سا هدي ساعة اللوغة نفترع انت هصو مع الموت أربعة كادت وحوده الفتنة إني بلايو أي تقع وقد عدد بين المسلمين في الحدود انت قرآن كلا أورين دابا دينا الحرب وعلى ذلك كادت الحرب يعني تنشب بين المسلمين إن كو هلا عدو مسلمين في الحدود المشكلات لباتوين ساسو كلا أولا إيغاو أدو كاسو كلا قربا لولي قاب تاسو قرآن تحي قواعد اللغة إما كانوا قواعد حق اللغة العربية لحريرة وحنا نقول لنا كان يو أخواتها كان يو لهيد الأمثلة تواتو صاريال أدرس براء واللاحظ نفرسو تسألك هذا حوي وما كان ربك نسيا الله وحبا ما إلوه سنة وحنا ما إلوه مركا كان اسمي يدوى رب كافنوا مدافليه نسيا وخبركين اثنين ويكون الرسول عليكم شهيدا رسولك يعني وحن قرأي بلدكم مرخاتي فرح الرسول واسمه يكون شهيدنا وخبر كيدي فقلنا اللهم وحن نكون لي كونوا نقضى قردة دائرة خاسئين يعني فق ونحرست إلى كفق ولا كفقي مركا كونوا ووقاكو ترى واسمه كان قردة تنى وخبر كيدي هكذا نوح لقو قري ونمبر كأفراد سار العنب زبيبا عنب كيوح نقضي مركو قلالي زبيب سبدلي مركو قيين هنا وعنب سار ومن أخواتي كان يدنا العنب واسمها زبيبا وخبر كيدي خمسة ليسوا سواء اسكم بدمعها ليسوا وحوية ليسوا من أخواتي كان وهو اسم كيدي سواء وخبر كيدي ستة والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كو هبينك إلهي أنسو جوتسن أنتاقن يقو الصلاة كترة وإلهي عابده يبيتون وحكا تدمين باتا يكتب باتا واشقادة هبينك قبرس أدمرت هبينك هذا فعل كذي مضارعوه يبيتون وحويا وقوا اسمي يبيتو واسمي يدويا نون كنوا علامات دي قدالك سجدنا وخبر كيدي وقيام النوى كعط فانتهي سبعة وأصبح وحو النقضي فؤاد أم موسى قلبي هو موسى هو يدي فارغا مدمرا ووحك الآن كفكريني إن كيدي موسى أيبطة كتورتون كفكرية أصبح هو من أخواتي كان ترفع الاسم وتنصب الخبر وي فؤاد واسم يدي أم نوى مدافليه موسى نوى مدافليه لبعض ولو يدافعي محي أمي قالوا سيدافي فارغا وخبرك ثمانية أمسل جنود وحي قبل العصدين أما وحي أهادين سارة أمي اسكم من المنقضة وحي نقضين عيدا ماذي مرتاحين قار يعني نصانية وقلب قودنا فرحسية هاي نفهانة ونصانية مركا أمسا ومن أخواتي كان ترفع الاسم وتنسب الخبر الجنود واسمها مرتاحين وخبرك يا ذا نكوكر من وحوي جوع من ذكر صالح أضح الطفل وح نقضين كيرا مريضا كوحا نصانية أضحى ومن أخواتي كان ترفع الاسم وتنزل الخبر الطفل واسمها مريضا وخبر كيدي عشرة وانظروا عفوا وانظر إلى إلهك الذي ذلت عليه عاكفة وهذا يكتا إلهها قبال ويل موسى سامري أدل فريدي ذلت عليه عاكفا ظل هرت ويان وظل ظل هو من أخواتي كان تاضوا اسم جيدي ظلت عليه عاكفا عاكفا هو خبركي
11 لن نبرها عليه عاكفين أنه كذل دقاق ما إنه ندل شوقي نابي دهدين نبرها وبرح حبيك تبدو من أخواتك أنا وابو ضارعي ترفع الاسم وتنسب الخبر اسم جيدي وقرصوني وواجب الاستتار ونحن ويان أنه الدين مينو إننا عابدنا عاكفين وخبرك 12 ولا يزالون كتجمايان مختلفين قال خلاف صنع إسحيسته يعني مخلوق ويس خلافين زال أما ما زال والنفي بار راعي زال ومن أخواتك أنا ترفع الاسم وتنسب الخبر يزال وخبر كيدي عفوا ومضارع كيمد زال وعمل كي زال أم بصمين هي دبدا نووب واسم يزال يزالون ووغا كترا واسم يزال مختلفيننا وخبر كيدي ما دمت حيا ما دمت لي ما دمت حيا انت نول هي حصولك حبال كسري ما دمت حيا دام اما ما دام بده ومن اخواتي كان ترفع الاسم وتنصب الخبر تعد ما دمت كجرتا واسمها حيا وخبر كي اشرح هذا فالين اي فلنقين اي سي عبدين اي لغو سمينيو ارمها انك هذا اللي اي كان يولا لهذا لاحظوا فيرسو او ايك اي المبتدئ مبتدها تشلع والخبر خبر كبلديبو ايك حينما دخلت مركي كشي عليهما اللبدودة ومبتدئ خبرك كان مركي كان كشي او احدى اخواتها اما مدولا لهذا كميده مركو قري اي وكيف سدا وحقلو ايكتا اي وكيف سدا انا المبتدئ مبتدئه بقية وقو سيتشرو أو سيحي مرفوع عن مدل قدي مركي ربو قدنان شري مركي كاني ولا لهد قلينا قدال كيبو كو سيتشرا وصار لكي وحو يسب دلو نقضي اسم المقعبو نقضي لها كان لها إيجا وكان إيجا ولا لهد هل كي مبتدها لقول شري اسم كان لقولنيا اسم صار لقولنيا اسم ليس اسم أمصا اسم أضحى ساسا لقولنيا وأصبح وحو نقضي الخبر وخبر كي مبتدوه لهانشري منصوبا مثل القرد بيمو نقضي وصار وحا قلون نقضي هاتنا او اسبد الكرنو سميه خبر خبر بو نقضي لها ايضا ايو لكان واخواتها لهذه الافعال ايو نقضي وخبر مبتدوه وكتغي القاعدة اما القاعدة دي بان تلمامينا وحدو ان القاعدة دي كان وصار والليس واصبح وامسى واضحى وظل وبريحة ودامة وزارة لما أنتوا واصلت حياة طبعاً أفعال وافعله ناسخة وحبي بدلان وحبي بدلان وما حي حكمك يحرك مبتدها يبدلان يا خبرك إيه بدلان تدخل وحي جلان على الجملة الاسمية جملة اسم جاء مجا عاضي جلان ترى إنه ما حي كوسما يعني سبدر كيسما وما حي فترفع أفعالاً وحي جداه المبتدا مبتديه بجداه جدال كي هرم إذا أنا حين أي جداه قدال كهر محاو نقوم واي عامل كي قدال كهر كياني يا عامل كم باكل دون دليها حركة قدالك مركور عامل معنى ويبوها أو أنا لطابن كرين أو قبلا بيت الابتداء إما كان هو عامل لفدي ولا قلوا واقعيو أو كان إيو ولا لهيدا فترفع وي قدال المبتداء مبتداء قدال أن كي هر أحين اسما إساقو مقعو الله أفعاش مو مقعوية وأيمك المبتدأ الأول مايا واسم كان اسم ليس اسم صار الأولني وتنصب ويكرر ذا الخبر خبر كلمة كرر ذا خبر إنسان خبر وآخر خبر كاسي خبر المبتدأ ما هي لها أفعال وخبر كده نقطة خبر كان إيو خبر صار إيو خبر ليس يوم نقطة ويسترد هذا بوح لوحرة أو شرط وآ في الأفعال الفعل ذا الثلاثة يسد حدا الأخيرة وقدم بيسه أو مثلا كلا وهي كلا نقوليان برحة إيه دامة إيه الزارة سادة حاسة أوضن بيها بالنفي أن تسبق عليه إن لقوه رئيسية فعاشا بالنفي وإن لقوه رئيسية ولما برحة كمو تقن لا يبرح كما تقن دونه أما كما تقن ما دامة انتو يهي لا يدوم سدا كسي تشري مايو ما زال كموتجين لا يزال كمتجيو ما ظن مركا انت بظن قلنا نحاض كما دجان ما ظن دامة نفي كما دجان واحد قدم واحد ما واحد هذا مستريه ظرفيه بين هذان
وانا مستر وحانيت المانتا وقتي اي لهذا ما دام كذا انتو سيدا ايهاي لكن ما دام سيدا معها كما ديقان امك اللي اكو يسرع يسب والله يدومنو كسي عدوية نفي بوكاريه بدنا نفي تالغ ما ديقى وحالغا ديقى انيت هاي ذرفية مسترية ذرفية لكن كو خلوان نفي وساهو شيقين ويا وهي هدبا وعطر هذا فعل لدني متصرفة ويسبدلان هدو فيرسو تصرفا اسبدل ناقصا عن رميسترنين اي اسبدلان تصرف على هذا فعل انه فرعمه او فعل ترمه ومثلا ملكو ضربيه هاي ويضرب النقضه او النقضه اضرب او لا ضارب او ضربا مضروب مضرب انه اريه وترمه او تفيرمه اريه بدن كسو بحان وهلكو كاها فعل ماضي وكان هو فعل مضارع فعل امر مستر اسم فاعل اسم مفعول ظرف مكان إنه سأترمه أيها الله إلها تصرف هذا فعلا هو ترمان لكن ترن كودو مرة ما يسترنبو لي وإنتا أينو شيقنا كما صوض بحانه إن كميدو ما كصوض بحضا حيث مركة أما ماشا يساق وحا لغا الشيلة ولغا دلالية لغا سو سارة منها فعاشا وحا لغا سمية الماضي ماضي وكي مادا فعلا سدح دا والمضارع مضارعنا وكي مادا واسم الفاعل نو كيمادا اغدا صدح لها سوبا كيمادا مركا اسم فعل كما يمادو او فعل امر كما يمادو او اسم مستر كما يمادو او مستر كما يمادو او ظرف مكان يظرف زمان كما يمادان ساسو كلا برد مايسترن يعني او افعاشا سلا مايسترن او تصرفته اي سوبا ديشا او ترن تماها اي ترن كود وقيبير او انتا مكان شاقني أما ليس فعلك ليلة هذا فهي فعل كاسي جامدة وابا من تقللان وما دلي سويا وما هي معنى هذا وحيش بدل ما سمعيه ومضارعنا لقما كيانو أمرنا لقما كيانو اسم فعل لقما كيانو اسم فعل لقما كيانو وحكينا دابا مشرانا وكريد يدو وجامدة من انققين ويا وانا سبدل بلاحين كريد يدو بلا الله استعمالا ليس وبقية الأفعال انت الصوحر دي فعل هذا الناسختي هي متداية خبر كبدشة متصرفة وافعال بيرنت أو ترنت واسبدل سميسة تصرفا تاما يعني اسبدل ترن بما يسرن بلي مادان وفعل كمضارع أمر كي اسم يفعل اسم مفعول مستر كي اسم مستر كي مثلا ظرف زمان كي ظرف مكان كي ميمي كأها مثلا ظرف كي وركو يعني مكان كي هاي تاسا ما ينكره والمضارع من فياتي منها المضارع مضارع باكي مادة عفوا فياتي وحكي مادة منها فعل ذاكره الماضي باكي مادة والمضارع بيشان والأمر بيشان واسم الفعل بيشان والمستر بيشان يده كوي كربو يلان كرن دلالة نوى تصرف لما يسترن أما استبدل أما ترن لما يسترن تدريب واحد وليس كوباد عين بالمقعو أو صوصار وعده اسم كان اسمك كان وما إحدى أخواتها متكمدة كوية لولا لها تهي يو خبرها خبر كيدا في الجمل التالية جملو ينكن صوص عضا فالتلمان أضغو وفرتك فيق هل كان ناكو خلقر الاسم اسمك وحي أهل كان كقر الخبر خبر كينا حقا كقر الجملة جملة دي نواتها لك وطالة وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ونصو أمرنا يو وأصبح وأخواته كان فؤاد واسم جيدي فارغ نوى خبر كيدي وإذا بشر أحدهم بالأنثى مذيه كم ذا هدي اللي وجب شاري أنا إنني أقول على طي أما قبري ظل وجهه مسودا وحوجه سن قدام مد مدو أمر جيسا ظل وامن أخواته كان ترفع الاسم وتنصب الخبر وجهه هذا دموع مدافع له هذا هو كتشو جاي واسمها مسودا نوى خبر كيدي ثلاثة والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كو إلهي هبينك وتاغن ولا سجودن ولا تاغن يبيتون وباط باي كتمد ومضارع باط ترفع الاسم وتنصب الخبر وانا اخواته كان وو يبيتو كجرا واسم جيدي سجد نوا خبر كيدي اربعه وما كان عطاء ربك محظورا ماها ديقد الهي يعني من الحرامي ماها من لو ديده ممنوع او مخلوق لو ديده ماها الهي ديقد سو ديق فرن كان وترفع الاسم وتنصب الخبر وانا ام الباب على ذا ويذا هرمود وباب كان عطاء واسمها محظورا وخبرها خمسه
كنتم خير أمة للناس فكد أخرجت كنتم خير أمة أخرجت للناس وعتن أمة وجوهنا يكسن إلهي أصو صار يدتك كنتم وكان وضميرك لحد متصل كأها تادو كنت تادو كشرت أما تم تبي سراعي واسم كانوا يا خيرنا وخبره كان سبعة فأصبحتم بنعمة إخوان وحد كن نقطتين النعمة يد يغد إليها بعد قوة لالودين يدين الإسلام كأيوة ناكسن أصبح هو من أخواتي كان ترفع الاسم منتصب الخبر تم أما تعض أو كريا ميم كوا علامة الجمع تعضنا وضمير متصل هو اسمها إخواننا وخبرها ثمانية أضحى القوم مسافرين وحي نقودين دادكي يعني قار صعودالة أضحى هو من أخواتك أنا ترفع الاسم وتنسب الخبر القوم واسمها مسافرين وخبرها هويا تسعة ويقول الذين كفروا لست مرسلا وحي ليهن كوي قالوا برسول الله متين لست وليس من أخواتي لست مركا محلو يدي وحلو التقاء ساكنين ما رعيا إلا ليس بأي أحد مركا هوري طبعا لس ولا رهيب يا مركا ضمير كل حريرو طبعا حرف علها لقويا مركا حرف صحيح يا حرف علة لبدو بحركي ربيهن هذه أي كلمان حرف علها ما يسأل قصارة لأجل تخلص للساكنين سيما يسأل قصار لبدو ربيهن لازكما أخري كرو لأن إياه أساس الله تري لست مركا هو ليس ومن أخواتك أنا ترفع الاسم وتنسب الخبر تادوا محي واسم ليس مرسلنا وخبر ليس عشرة لا أزال محافظا على ديني ما الديني كما نتقي إنا إلى شدد دين تيد محافظا على ديني لا أزال وحويا ومن زال وأزال وفعل مضارع ومن زال كتمن زال ومن أخواتي كان ترفع الاسم وتنسب الخبر أزال هذا اسمها واسمها مستتر وجوب الاستتار واجب الاستتار ومعك قرن لا أزال أنا بهلك قرن أنا باسمي جيدية محافظنا وخبر الأزال 11 فأصبحوا في ديارهم جاثمين وعين نقدين قارج شوك كل انتي يقول أصبح هو من أخواتك أنا ترفع الاسم وتنسب الخبر والواو اسمها وضمير متصل وأنا اسمها جاثمين وخبرها تقريب تاني ليلة كالباد أدخل جري كان جري أو إحدى أخواتها أما مدول عليه تكمد فعل ذي كلا على الجمل التالية جملوه يكون سوى سعودة جري وضبط وضبط كحركة حركة اسمها اسم جيدة يو خبرها خبر كيدة بالشكل حركة صار قدال كسار شكل جوا حركة اللفت قدال صار أمكر صار ما أمكن ذلك أنت كوصور تقلع أنت عايز صورتو بك تصار الجمل جملوه يكون مكوا قوة وأنا قارمة وقبل دخول الناسخي أنت هالحر فعل كالناسخي جري ومتدية خبريهين سنة وقريهين هذا الجمل الجملوين كواد قولي دون تعضوه بعد دخول الناسخ مركو ناسخه قرأ الحركة نكو عده حقا كقر إمكا محاق كقر واحد الحجاج نكا لا إله ذا عفوا الحجاج وين الحجاج تدكي حجك تقي قادمون وإيمانيان وحوالا نكرا سارة واحد نقضي الحجاج قادمين ومركا لونه واحد نقضي قار صور نقضي ووضن كصور نقضي بين نقضي تدكي حجك تقي اثنين المسافرات مغادرات المسافرات دمر كي سفري مغادرات ويتقيان مغادرات ويتقيان وهذا نظر مركا أضحى وحي نقدين المسافرات دمر كي تقي مغادرات بلونا مركا وقار تقيا وعن ببحيا مغادرات والرجع معنا الصالم والهوست بيا هوستو قصا قردوه ثلاثة أبوك أبها سريع المشي سعود كي سوا دق دق وهمر كلا وران كلا مثلا ظل أبوك وهو نقول سريع المشي مد سعود كي سوا دق دق يحي ظل أبوك سريع المشي اسمه اسكو قدنان يا متدوه لكن مقعيس ما يسبدله كان لكن حركيس ما يسبدله مقعيس ما يسبدله أربعة المسلمون موحدون المسلمون المسلمين موحدون أما موحدون وقار لمدي هذين موحدين ذي موحدين هنا وقار لها كليه موحدون بعد مدام كان قرنت هاي موحدون
وقار المدي اسكمده المسلم صار المسلمون موحدين بين نقطتين قار المدي اسكمده اسكمده يعني خمسة الطبيبات نشيطات وهذا لما كانت الطبيبات واحد نقطتين دمر كده اخترضها نشيطات قار فرعون جمعنا سلوال هوستوي هوستوي خروه ستة محمد كريم الناس عفوا محمد كريم النفس محمد وان النفتي سونا سنتو دقا وانا سن او غوبني مي شرف له مركا مخالونيا لا يزول لا يزال محمد محمد كما تغيو اما ما بريح محمد كما تغين محمد كريم النفس النفتي سو اي في عنتهاي سبعة الاشجار مثمرة برتي وهي سو صارت مريحي مريحي بي سو صارت هذا الدواء حلونا كرا ليست الأشجار مثمرة من ما يسوى صار فاطمة سعيدة فاطمة وحي كنو شهي مرورها حالي أيها كنو شهي أمست فاطمة فاطمة وحي نقطي سعيدة من مرورها حالي كنو لفرح سن تسعة الله غفور رحيم كان الله لا يحن قضي غفورا من دنبك الدافون الله غفور كان الله غفور إله هو الله الدنبك الدافة سبحانه وتعالى فهم المسموع إما كان وإن لفهمه وحي الله مقلي وطني وحي كفر انتهي عجلده إنه غفو لقيسته بعد أن استمعت بعد أن استمعت انت مقشي دبديت إلى النص هذا لك عجلده خده مركز دقيسته كذب أجيبك الجواب عن الأسئلة التالية سؤالها صوص عضو حتى جوابي وري عشرات اللي جيت صورته عشرات مكتوب كل يعني دمنا عشرات بقى قارك دوبين ودمنا اللي جيت جوابي يعني والإيه يا قف وهذا الكا سدوا فهمي تدريب واحد ليس كوبات أجيب كجواب سؤالها صوص عضو محاد كده جوابي سا بوضع علامة صواب علامة صحراء لك ماشي صحراء أو علامة خطأ تخرط أثر وامحي وحنا يكون رئيسا إن أدرت مركو رعا كالد رقيسته واحد راوية قصة الوحي كبب لي ورسي وحي قصو دقيتان كيسا مركو بلامي السيدة خديجة خديجة أحد يعني مروة بي خديجة أحد وارمي إلى ورسي اثنين كانت بداية الوحي الرؤيا الصالحة وحي قاني النبي إلهي كسو دقيتان وحي كو بلابان طي مركي أهو رئيسي رؤيا وناكسن رؤيا وناكسن وحاوية إنو النبي رؤيا أركو انت مالك تجربه ومن أخويا دي أون سدي وارك وحضن واركوي ده طبعا تاسن صاحب هذا قصدك بلا وانت مركي هوري ثلاثة الرؤيا الصادقة الرؤيا الصادقة الرؤيا الصادقة الرؤيا الصادقة والرؤيا الصادقة متى روى الصادقة ده صار أيه مش كذا هو يرهن ويان وأي كبر عبنتي الرؤية الصادقة الرؤية قيادة خنطة أهي وهو أن يتحقق ما يراه الله عز عفوا ما يراه صلى الله عليه وسلم في النوم قيادة خنطة وهو أن أرهن قطمر وحي رسوله كو أركي هردد أي سيدة ما أصامرت وركو الله هردد بكو أركي تبعنا أيضا سيدي دي أي سيدة ما أركي نرش تبعنا تاسا الرؤية الصادقة تكبر عن الرؤية صالحة ما هو الرؤية الصادقة تكبر عن ومثل فلق الصبح النبي قوي من شرطي يضمه يو سيدي أربعة كان محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد هو يذهب مثل إلى الخلاء ما العذلاء أبو تجري مهم ماش عذلاء أبو تجري أنت أولي قرآن كسودك للرعي الغنم أربوها الكاكوي لعلين شري تاسوا قرد وحي وتجر للتعبد انه كل عباده يسوي تجر قالوا حرا يعني خمسه نزل الملك ملك جبريل وحو كسو دغي على محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد في غار ثور قد ليلى اي كسو دغي فاسوا قالوا غار حرا ابو اها كي هو كسو دغي اسو نبي كو جرو كل عباده يسنيا لكن ما انت فكني كي هو غلى غار ثور اها شعر محمد صلى الله عليه وسلم نبي قوحه دريمي بالأمان النبي تقليه دريمي
ولا جمينان دقنا شنو ضريمي عند نزول الوحي ملك وحي يسودقي تاسنا والقلد النبي رعب يارققح أي ضريمان انتي كوبال الوحي يسودقي وصصي وارين على اسكو أهيد وانو هرؤو أبرن وانو فيلم بأهيد ونحي النبي عليه الصلاة والسلام سبعة في البيت مركو قولي قتلي مالين تاوحي وكسو دقي او نحسنا غدت خديجة خديجة واحد كدو ضوبتي محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بغطاء ديبتان يدبال ثقيل عرص وارتا واكي دثروني بدثروني من نبي قولي لأنه والا ضوبتي واكيد من الهي يا أيها المدثر قم فأنذر كان يسو ضوبي كعودتك ودقبال الهي يسو ضوبي تاسنا هو أساس أهد ثمانية كان ورقة من نوفل يهوديا ورقة من نوفل أو أها خديجة نادير كيد ني يهودي أها أو دين تيهود هايستا كاسوا قردو نسراني بوها دين تكريستان كو هايستي تيهود مو هايستن تدريب تاني ليلس كلاباد اختر دورة أدوغ أو كحولو هذا الله صوص عضا الجواب المناسبة جواب تماشا كوها بون دورة واحد أمر الملك محمدا صلى الله عليه وسلم بالقراءة وهو أمره ملك ملك جوري نبي وهو أمره إنه أخرى قرآن كي ويري أما كسود شيء ألف مرة هل مرة بقول اقرأ باء مرتين لبقول جيم ثلاث مرات صدح قور بهاي فجيم قال صحيح أمر بقول نبي يقول اقرأ مرة ما أنا بقاري بقول نبي يقول ما أنا بقاري ما أخرى كان اثنين عندما نزل الملك على محمد صلى الله عليه وسلم ملك النبي كسو دغي عفوا ملك ملك النبي محمد كسو دغي عليه الصلاه والسلام كان ورقه من نوفل وهو اها نين كان لونج ورقه من نوفل الف شاب نين دليرا با شيخ نين اوديو بو اها جيم سبيا علم يرون قان غارين بابو اها شيخ هم بلا قادن با اوديو وقتي اسو اها ثلاثه ادرك ورقه من نوفل وهو سو غاري ورغى من نوفل أن محمدا سيكون أدركا وهو قرتويا مرة سوى قاردو نغطا إمك وهو قرتوي وهو فهمي مركي الله ورمي قصادا عضي ورغى من نوفل وهو قرتي أن محمدا سيكون ألف ملكا إنه نبقر نقون دونا ويقول إنه كان ساكا مغطا نكا نبقر بم نقون دونا باء رجولا مشهور مشهورا ما إنه ننعانه آد لو يقانو مقعله إنه نقون أيوه الشيغي جيم رسولا وهو حسين رسول نكن نقنيو نين دين تي قانبو هايو تاو دميسا لا صحيح وحو رسول مو نقنيا markii ugu waxa hadal ka tawro haasan rakaabu ninkan rasuul bu nqonayaabu ma taw wuxu dhintay waraqatu min nawfal wuxu dhintay alif ba'd ar-risala markii rasuulka rasuul laga dhigay kadib bu dhintay ba qabl ar-risala intii aan rasuul laga dhigin ayuu dhintay جيم في أثناء الرسالة يدور رسول لماذا أي سعوته أيو ننتهي انت رسول لقد يجبوا ننتبين أوران كرنا وصوته حويان رسول لماذا أرت النبي نوضو حكا بلا وانت اقرأ أخرى بالقول مركا عدنا الله ما درين مدى قرآن كي يقرأ آية فترة مركا دم بي وحا لقول يا أيها المدثر قم فأنذر markaas ay rasaaladu bilaabanto dadka gaarsii diinta baa lagu intii u dhaxayso u dhintayso aan rasuul kala dirin khamsa awwalu ma nazala min alquraan alkariim wixii u horeeyay ee soo dega quraanka kariimka alif salaatu ayatin saddex aayadood ba ahaayeen khamsu ayatin san aayadood ba ahaayeen ashru ayatin ba ahaayeen oo ku ugu horeeya suuratu alaq انت هو رئيسا ستة دعت وحي كباقين الآيات وآياتك الثلاث سدح ذا الأولى أهر رئي التي كواسو نزلت سودقي ومن القرآن القرآن كمين سدح ذا أهر رئي وحي تلمامين وحي كباقين ذاتك ويارين ألف الحرب إلا الدقالمو با طلب الدنيا إلا الشقيستو الدنيا لدونتو جيم العلم إنا قوانا برتو أقوانتها ملكة لسحيا اغربي كبلا من أخري آخر يكون هو هالك لقى بلاب علمي قرم كي يقرأ لك نوي شيئين مركا علمي كباقين كو مركا والله ربرتها نلوشا يومنا يقيد الدنيا خرب علمه
تدريب ثالث وليس كصدحات أجب عن الأسئلة التالية كجواب سؤالها صوص عضا باختصار سكوما هذا البدن كبير جواب هذا الير كبير جواب ألف لماذا أحب محمد صلى الله عليه وسلم الخلاء نبغو محو عضا وشع لاضي نبغو مركي وكسو الدقي دون وحيقو وحو تشع لا وإلهي تشع لسين وقار نغضو وعبادكم قار نغضو يتفكر وكفكري إلهي مخلوقا وأبوري مركي وحو تشع لا عباده إنه قار كؤها ذو النبي قدوني إثنين ماذا كان محمد يفعله في غار حراء قد كي غار حراء اللي أولين شري النبي قمحوه كسي ما ينشري كان يتعبد يتحنف لله بكو عبده ثلاثة كيف رجع إلى بيته سدوه قصوه النقضي قولوا ييسا بعد النزول الملك عليه ملكو ملكو كسوه دقع عليه إساقا يعني خائفا مرتعدا سوى بقى يو قريره يصوه النقضي معنى انتها أرجع كل عيب. أربعة لن يخزي الله محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي مهوتين يا النبي محمد واسيوجت وابتي خديجة بنت خويل إلهي كهوتين ما بيت. لماذا؟ بحقه توا إدت كانوا أول ناس رقم ولا سمو سمين شري رحمك حريرين شري سمافل بو سمين شري مركا إلهي كمهوتين بيت. خمسة لماذا ذهبت خديجة بمحمد صلى الله عليه وسلم محي أك حيزي أوجيس خديجة. إلا ورقة من نوفل إن هذا الكيد محي وقي سيؤتري فلإن كان أنه تقنيه وحان العلم له ودين تكرستان كيقان تبعنا إنه بلا شرحه وحان النبي وعليه عليه الصلاة والسلام وانو شرحه يسيده أهيدنا وقوت المعون والنبي ونقوني يا أبو ستة بما تنبأ ورقة من نوفل محوسة ذالي تنبأ محوسة ذالي ورقة من نوفل لمحمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد محوسة ذالي markii warkiisa la siiyay saadaashu bixiyay maxay ahayd ee wiiru weyn uu noqonayaa ninkan wuxuu noqonayaa wuxuu nabi adduunada loo soo diro oo wuxuu ri naamuskii nabi muuse uu imanay weyn ka ku yid buur malaga ku yid waxaan jaclaan lahaa in maanta intaan da yaraado xaq aan ku gargaaray buu laakiin uu imaan ahay wuxuu maanta سبعة ما منزلة العلم في الإسلام درجه iyo kaalinta islaamku uu ku leeyahay cilmigu waa maxay dawa darajad aan oo ilaahay wuxuu leeyahay darajad uu gaarsiinaya kuwa cilmiga leh dad kale ka sareeya tamaanay keyf yaktasbu insaan wal ilma dadku sidu cilmiga ku shaqeeysta taa cilmiga wala bartaa wala ugu tabacdaade oo tabacba lagu keenay baalku waa hawl meedan waa loo duluba waa loo cadhuba waa loo dab gala waa loo diga gala baal si kastaad wax u haysto cilmiga ilaahu qab wax al ilmu izun la dulla fihi ولا ينال إلا بعزن الله إلا بذن الله عز فيه علم وعز يشرف تلنا ما أجياله لكن لا محر إلا للدلوبه لا للدلوبه تدريب رابع ليلس كأفراد لخص صوكب ما استمعت وحي أضمق الشيء وحي دقيست إليه سجى من قصة الوحي شاكلك صاب سنة سود دقيتان كقرآن ككريم كأه تلوتي عجلة ده صوكب ده بأن القرآن القرآن كبح وصوغان. التعبير الشفهي والكتابي إما كان هو هالأمور أتصمين سو الشفهي إيو إيه كتابي وحسو كترا مد أفكا لقاوه يدينه إيو ود أفكا كتوا يسو الشفهي إيه مد تحرير إيه كتابي وطابات قرس من قربة لنا تعبير قرار لسكين موضوعك هذا من دواله ويديره يسيطه سو كتوا أولا تعبير الشفهي وحلقه ريك أفكا لقاوه يدينه إيه كتوا يسيطه سو تدريب واحد وليس كوبادي تبادل الأسئلة والأجوبة إسوي دارسة ويديني ورعلين أما سؤالي يتواب مع زميلك صاحبك نشاط ثنائي وهي مركة هالكاس والله بقف شقائي قمانيا بحيث ويدين واحد ماذا تحفظ من كتاب الله تعالى بلغ ويدين وست غصة قرآن كريم حدك حفظ انتهي دعني على أرضي انتهي انتهي قرآن لك أقول بحل ميسي هذا البلد كبحل نيسي اثنين ما السن ومحيد دأده المناسبة كهبون لحفظ القرآن قرآن ككريم كان قفك حفظيه دادا وقوانا يسنوا دادا مركو قفك ينتيه هاي ما مركو وين هذا ما مركو يريه هاي بقى مر البوابك تمركو قفك يلمه يريه هاي حفظك أوفي عن وسؤال يعني ستو سن لقوه يديني وقت جير قفك وحفظي كرو أي أقوانا سنتو يريه هاي ثلاثة ما الوقت عفوا ما لها ما الوقت المناسب تاسوا السن ودألة هكذا انت قفك تشري تنوحوا ما الوقت المناسب لحفظ القرآن
xilliga ugu haboon xilliyada hata kala haboon yani qofku barku nasiidkiisa ku fufucoon yahay iyo marka uu daalan yahay ama hurdo hayso iyo waqtiyadu kala ficayn waqtiga yani haboon ee quraanka xifdigiisa ku wanaagsan waqti ma weeyaan waa waqti kasto qofku nasiid yahay oo uu nasto oo ayaa fiican arbaa هل تترجم ما لا معنيين كرا الفاظ القران ترىيه القران كميا لا ترجمي كرا او معانيه معنيوغي سما لا ترجمي كرا او لوقد كلام لاغو ترجمي كرا لماذا ما هي يلي ترىيه القران كواخ لاغي بدلي كرا ما جيران الفاظيس لكن معنيه ذا ولا ترجمي كرا اريي سلامه تابن كرو سيده ويهين بو ويهين imka faatixada oo kale yaani macnaheedu waa la sharxi kara oo afkarna waa lagu sharxi kara ka soo qaad laakiin alxamdulillaah afkar lagu oran maayo waa alxamdulillaah laakiin macnaheedu waa lagu sheegi kara waxa tahay khamsa hal tufaddalu qiraa'atu alquraan ma waxa la door bidaa inaad quraanka adigu akhrido aw istimaacu ilayhi ama inaad dhageysato misina dhageysato labada mid waliba waa faa'ido لكن القرآن كده قف آخر سنة يا آيات ده كأجر بدن لماذا هدي أنا تقرني أنا وده جيس نيس آخر كريم وأنا كني بقولي هو آخر وده جيس بقول فائدة لي وغيب من كعب بقول هو آخر أنا كده جيس دي تأثير كود هو والله غيابة إنه سير هاد بدن هذا كده جيس نيس لكن وأنا قف القرآن كيس آخر استوى ده حسب جيس يا شو آخر يوم سبعة ستة هل تعرف اسما غير آخر للقرآن الكريم ما هو ما قرأني سام مقع كلا وقرآن كله يحي محوس يحي دواء كلام الله يو يعني قرآن الكريم ومقعيس ربطه تدريب تاني لا يرسك اللبات أيهما أفضل كيبا وناكسن ولماذا محوك وناكسن هذه نشاد ثنائي كنوا شغل بقف قبنا أيام وحن وناكسن وحي كليهين واحد شخص يحفظ كتاب الله كتاب الله قف حفظن إلهي قرآن كيسا هاي ولا يعمل به وأن كود أقمين قف قرآن كي حفظن وأن كود أقمين اثنين شخص يحفظ كتاب الله قف كتاب كي لا حفظن ويعمل به كود أقمية وقف كود ناكسن وأنا حفظ وأن كود أقمين ثلاثة شخص لا يحفظ كتاب الله قف أن كتاب كي لا حفظنين ولا يعمل به وأن كود أقمين وكولي تكاس شخص لا يحفظ كتاب الله قرآن كان الآن حفظ سنين لكن يعمل به رغم وحي القرآن كفري سواء نعم به دونه عبادة يسوع أي صحته وننفع عنك هذا أين تضع هذا هكذا جيسا نفسك أدو النفط هذا بين هؤلاء الأربعة أفر تقف في الجويدي نفط هذا كيف بدو دور سائل نقطه وحقولنا يسنا قفك حفظي أقول رغمية اللهم اجعلنا منهم والله أعلم بالثواب الله توفيق